السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع بيبو في المهجر ومشاكل المهاجرين والأخلاق ديال المهاجرين والعياقة ديال الناس اللي في المغرب والمهاجرين. كنا هضرنا على الحضيق وهضرنا على الناس اللي في المغرب وبلاتي وهضر علينا وجي علينا، ودابا نهضروا على الناس ديال الجالية. الناس ديال الجالية سبحان الله القوم الوحيد اللي ما يتعاونش مع اخوه، القوم الوحيد اللي ما يتعاونش مع اخوه. دخلت عليكم بالله، شنو المشكل عندكم؟ نتوما كتهضروا على ديك البلاد ما مقاداش، وانتوما كاع خرجتوا منها دعاوي بلا، نتوما كاع خرجتوا منها، نتوما خرجتوا واعف عليكم الله وجيتوا لبلادات الناس حاضرين بعدياتكم. كتلقاهم مريحين في القهوة ولا البار، القهوة بحال البار، انا ماشي ديروا بحال الوالدة اللي قلت لها قالت لي فين اوليدي، فين شادة، قلت لها في البار الوالدة، قلت يلا لا لا على بسخوت الوالدين، لا 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 على بسخوت، والله الحاجة ترى البار هو القهوة، البار هو القهوة، انا ماشي بحال وليت واحد معاه، مشكل وليت واحد معاه. قلت لك البشر الوحيد اللي ما كيعاونش بعضياتهم، هذا غير سؤال بغيتكم تحطوا لي انا الجواب، انا فهمتي؟ الا جات فيك ويضحكوا ونعلوني، ها لعلوني في التعليقات، ها خلوا التعليقات ديالكم وقولوا يا الله ينعلك الله يمسخك لا علا تنزل عليا الا كذبت. الا جات فيك غيضحكوا عليك، والله حتى يضحكوا عليك، كيضحكوا كيبقاو يهضروا فيك، ولا شافوك درتي وما مريحنا في البار، فهمتي؟ لينا شادين قهيوه كيعصروا عليها، احتراماتي للجاليه، راه ما كنعايرش كلشي، كاين الناس كنعرفهم داخل سوق راسهم مشادين تقارم مسوقين للبشر، ولا اللي داس كيهضروا فيه، كيهضروا في عيالات الناس، واو 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 واو، هذا النميمه، وباش يعاونوك لا، ياك مسخوت الوالدين جدال، شو دخينا جدال شو. ودار لامك ودار لجداك، دار ليك ولد الحرام، خذ هادي من عندي، خذها من عندي هادي، ولا كيبت عليك قول الله يمسخك، تخو على قوم شو السامعين. الا جات فيك تبقاو يضحكوا عليك ويعاودوها قصاص، كيديروا فيها قصاص، راه من وحده كتخرج العشرة، فهمتي؟ من وحده كتخرج العشرة. كنهضر معاكم اصحاب الجالية، اتقوا الله في بعضياتكم، من حق ربي فينا، من حق ربي فينا، كلشي كيتعاون وكلشي كيدير ما بين نهار وليلة كيطلع. الباكستاني طلعوا شناهو لا علاك ترضى، هذا كان نهاو تهضر معايا يقول لك نكبيتو وقع فانو كبيتو، ما بعدياتهم كيعرفو كلشي، تقري الفلوس قولي تي دو 300 يورو، يقول لك 300 يورو ارا لي كيف هاد، فهمت؟ كاين واحد لافير كيف هاد، لبانة دارو لاباس اخي لاباس دارو، مشغوليش تعاونو، كيتعاونو بعدياتهم، ما نقولها لك انا، كيتعاونو بعدياتهم جنس تو على قومه، من حق ربي، من حق دوك الناس فينا، شي بلاد هي فينا، حتى هي فينا. انا نهضر واحد الموضوع ديال البلاد دابا غنحطو تا هو، انا اليوم سالي ليكم، انا ما عندي ما يدار، كنمرض دي غير على ولاد بلادي، بصح والله حتى عندي، ولكن كنقول تفو عليهم هادوك القوم، هادوك اللي كنهضر عليهم، انا ما كنهضرش على كلشي. اتعاونوا اتقوا الله بعضياتكم، واتقوا الله بعدياتكم، والتسيرة بسخوت الوالدين في العظم القمر ريح وحاضي بنادم، سير قلب على راسك، ادبر على راسك، فهمتي؟ ماشي نايض مصلي الفجر مشيت دخلتي الجرناطه ديالك وجيتي بحالك، ابقى حاضي ليا البشر. هاد الفيديو درتو على ردا على واحد، على قبل واحد الفيديو شفتو، واحد اللايف دارت واحد الاخت البارح في الجاليه الاسبانيه، فهمتي؟ الجاليه المغربيه في اسبانيا، وكان دخل مع واحد السيد توا في اللايف،
امشي وعجبوني امشي هدرت ما كتبت امشي وعجبوني وانا هاد المودوكس باغي نحطو. وياكم مساخيت الوالدين تقوا الله صاحبي بعدياتكم. معذره الا خرج مني شي كلام خايب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وسمحوا لينا.